تشكل مواجهة العربي والكويت منعطفا مهما في لقائهما في 7:35 مساء اليوم في الدوري الممتاز لكرة القدم، والتي ستجمع بينهما على استاد جابر الدولي ضمن ختام الجولة 17. ويتطلع الأخضر لمواصلة الانتصارات، خصوصا أن الفوز يعني توسيع الفارق بصدارة الترتيب إلى 5 نقاط، مما يمنحه دفعة قوية في اتجاه تحقيق اللقب. في المقابل ستكون المباراة ثأرية للكويت بعدما سقط أمام الأخضر في الدور الأول بثلاثية نظيفة، ويسعى إلى الفوز لاستعادة الصدارة التي فقدها في الجولة القبل الماضية. ويحتل العربي صدارة الترتيب برصيد 39 نقطة، متقدما بفارق نقطتين على الكويت الوصيف وحامل اللقب.